بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في شروط الجمعة. وله عن عمار مرفوعا أن طول صلاة الرجل، يعني بالنسبة إلى خطبته، ليس المراد التطويل المنهي عنه، وقصر بكسر القاف وفتح الصاد، أي تقصير خطبته مئنة بفتح الميم وكسر الهمزة، أي علامة ودلالة يستدل بها على ما خول من فقهه. فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة حتى لا يملوها، ويكون قصرها معتدلا فلا يبالغ بحيث يمحقها. ولمسلم عن جابر كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. هذا الحديث. وله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، أن الإمام إذا طول القراءة في الصلاة، ومعلوم أنه ليس طولا كثيرا وإنما طولا نسبي لخطبة الجمعة، وقصر خطبته مئنة علامة على فقهه، يعني أن يستدل على بطول صلاة الرجل إذا قرأ الآيات الطوال في صلاة الجمعة، كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين، أو يقرأ سبح والغاشية، كل هذا يعتبر طول، لأنه ليس المراد تطويل صلاة الجمعة بحيث يقرأ فيها سورة بقرة أو غيرها من السور الطوال، وإنما يقرأ بالوارد في الصلاة. فلورد في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين أو سبح والغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ فهذه تعتبر طوال إذا قرأ بها. وقصر الخطبة بالنسبة لطول الصلاة مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فيستحب للإمام أن يطيل القراءة في الصلاة بهذا الوارد، ويقصر الخطبة حتى لا يمل الحاضرين ولا ينسي بعض كلامه بعضا، يكون واضحا جليا، يأمرهم بما جاء الأمر به وينهاهم عما جاء النهي عنه، ويقصر الخطبة فيصلي، بخلاف ما يفعله بعض الناس الآن، فتراهم يطيلون الخطبة إطالة فاحشة مملة. بعض الناس يكون حصران عنده البول متجمع، ويحب أن تقضى الصلاة ليذهب إلى أهله، فيحبسونه بطول الخطبة وقصر الصلاة، يجهر في الصلاة بإنا أعطيناك الكوثر ونحوها، مع أن هذا لم يرد إلى هذا الحد،
فطول صلاة الرجل علامة على فقهه. والوارد معلوم، الوارد المعلوم معلوم بين، يقرأ في السور سبح وهل أتاك حديث الغاشية، هذا إذا قرأها يعتبر أطال القراءة، يعتبر أطال القراءة لأنه أتى بالوارد، بخلاف ما إذا قرأ بسورة ما أعطيناك الكوثر أو قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق، فقد قصر القراءة وزاد التقصير. فيستحب للإمام أن يطيل الخطبة بأن لا يفحشها على المأمومين والسامعين، ولا يأتي بألفاظ كثيرة، بل يقتصر، وكلما اختصر وأبان فإن هذا علامة على فقهه. وكون قصر الخطبة علامة على فقهه، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة للجزلة المفيدة. وقال عليه الصلاة إن العالم الفقه والبصير فيما يقول يأتي بكلمات مختصرة لكنها شاملة لمعنى كثير. وكون قصر الخطبة علامة على فقهه، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، شبه الكلام العامل في القلوب الجاذبة للعقول بالسحر، لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة ووقوعه في الترغيب والترهيب بالمقام الأول، ولا يقدر عليه إلا فقيه. إن من البيان لسحرا، أي أن الرجل إذا وفق لبيان المطلوب فكأنه سحر الناس وأعطاهم الحق بينا واضحا، هذا مدح للبيان وليس ذما له، ليس ذما للبيان، وإنما المطلوب أن يبين المقصود ويكفيه بيان المقصود بدون إطالة الكلام وإملال الناس وتشغيل أفكارهم بجمع كلماته، وإنما يأتي بها مختصرا. وله عن عثمان أنه خطب وأوجز، فقيل له لو تنفست، فقال سمعت لو تنفست، يعني لو زدت بالخطبة قليلا. خطب رضي الله عنه وأوجز، أتى بخطبة موجزة. وله عن عثمان أنه خطب وأوجز، فقيل له لو تنفست، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة، ولا نزاع في مشروعية إقصار الخطبة. ولأبي داود كان لا يطيل الخطبة، إنما هي كلمات يسيرات، وينبغي أن تكون الثانية أقصر من الأولى، كالإقامة مع الأذان والقراءة في الركعة الثانية أقصر من الأولى. يستحب أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كحال الأذان والإقامة. الأذان ألفاظ أكثر من ألفاظ الإقامة، وكحال الركعة الثانية بالنسبة للركعة الأولى. فيستحب للإمام ألا يطيل الخطبة، وخاصة الركعة الخطبة الثانية يختصرها. نعم. ويدعو للمسلمين لفعله صلى الله عليه وسلم.
وقال النووي يدعو للمسلمين بالتوفيق والسداد والهدى والمغفرة والاستقامة على الحق وهكذا. وقال النووي الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاة. يدعو لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالاستقامة على الحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يدعو لهم في شيء يخصهم لوالديهم ولهم ولوالديهم، وإنما يدعو لهم بما ينفع المسلمين. فالدعوة لأئمة المسلمين بإذن الله نافعة لعموم المسلمين، لأن الوالي والإمام والأمير إذا استقام على طاعة الله استقام الناس كلهم على ذلك، وإذا حاد عن الصواب حاد الكثير من الناس تقليدا لهم، فهم قدوة للناس، فيستحب أن يدعى لهم بالاستقامة والدعوة إلى الله والقيام بما أوجب الله عليهم. قال النووي الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق ونحو ذلك مستحب بالاتفاق. وذكر البغوي وغيره استحباب ختم الخطبة بقوله أستغفر الله لي ولكم. وقال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار انتهى، ويباح أن يخطب من صحيفة. ويباح أن يخطب في صحيفة يعني في نظر خطبته، والأولى أن يخطب على بدون صحيفة ليقرأ ليستجيب وليغير المنهج الذي يريده مثلا بحسب ما يرى. إذا رأى شخصا متساهل في أمر من الأمور ينبهه، وهكذا أولى من أن تكون مكتوبة ما يزيد فيها ولا ينقص. ومن سنن الخطبة أن يسلم على المؤمنين إذا أقبل عليهم بوجهه، رواه الضياء وغيره. أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على المأمومين الجالسين يسلم عليهم ثم يجلس ثم يقوم المؤذن فيؤذن، وبعد نهاية الأذان يخطب الإمام، كحال أئمتنا في الوقت الحاضر، فإنه إذا أقبل وجلس على المنبر سلم على الحاضرين قبل أن يجلس على المنبر، ثم يقوم المؤذن فيؤذن، وبعد الأذان يقوم الخطيب فيخطب. وأصل التسليم مستفيض في الجملة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وغيرهم أنهم كانوا إذا صعد أحدهم المنبر وأقبل على المؤمنين بوجهه سلم عليهم، وأن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة، وكذلك أن يخطب على منبر يتبين بالنسبة للمأمومين السامعين يظهر، أو على موطن عال مرتفع كان يكون فيه بلوك أو خشب أو شيء يصعد عليه حتى يرى واضحا أن هذا هو الخطيب. وأن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام المستفيض عنه، أو على موضع عال ولا نزاع في ذلك. وأن يجلس إلى فراغ الأذان، وهو إجماع لقول ابن عمر كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، يعني ما يشرع له أن يبدأ بالخطبة والمؤذن يؤذن، فيشغل الناس ويضيع الكلام بين الأذان وبين قول الخطيب هكذا. وإنما المستحب أن ينتظر الخطيب حتى يسكت المؤذن
فيجيب فيقوم ويقول ما عنده، ثم يقوم فيخطب. وقد تقرر استقباله الناس وقت الخطبة واستدارته، استقباله الناس حال الخطبة، لأنه لا يحسن أن يستقبل القبلة والناس يستقبلونه يعطيهم قفاءه مهمتين. كذلك لا يستحسن أن يعطوا السامعين القبلة ظهورهم، فإنما المستحب أن يستقبلوها. فإذا استقبلها المأمومون فالإمام يستدبر القبلة ولا بأس عليه، لأنه لا يمكن أن يستقبل القبلة كلهم، لو استقبلوها كلهم لساءت الحال ولا ظهر المقصود المتكلم. وكون الإمام يستقبل المأمومين ولا يستقبل القبلة والمأمومون يستقبلون القبلة لأنهم أكثر عددا فهو أولى. واستدارة أصحابه إليه بوجوههم من غير وجه. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم ويستحبونه، انتهى. ولأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ. قال النووي: وهو مجمع عليه. قال إمام الحرمين: سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم، فلو استدبرهم كان قبيحا، وإن استقبلوه استدبروا القبلة، فاستدبار واحد واستقبال الجميع أولى من عكسه. يعني كون الإمام والخطيب يستقبل الناس هذا حسن، لأنه واحد والناس كثرة. فلو قيل إن الخطيب عليه أن يخطب مستقبل القبلة فيلزم أن يكون الناس يستدبرونها، ولا يحسن هذا، وإنما يحسن أن يستقبل المأمومون القبلة ويستدبر الإمام القبلة، لأن استدبار واحد للقبلة أولى من استدبار الجميع وأوضح. فصل في صفتها. صفة صلاة الجمعة، أي في كيفية صلاة الجمعة وتحريم تعدادها لغير حاجة وذكر مسنوناتها. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة، ولهما من حديث أبي هريرة مثله، ففيهما مشروعية قراءتهما في صلاة الفجر. قال شيخ الإسلام: إنما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وذكر الموت وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان في قراءتهما هذا اليوم تذكيرا للأمة بما كان فيه ويكون. هل سحب أن يقرأ في صبيحة يوم الجمعة، يعني في صلاة الفجر يوم الجمعة، سورة السجدة ألف لام ميم، لأن فيها بدء خلق آدم فيذكرهم بذلك، وفيها بدء خلق الناس وإيجادهم وأمرهم بطاعة الله، وفيها بيان مآل الناس فيما بعد وأنهم يعودون إلى الله تبارك وتعالى، فيذكر الناس بمنشأهم كما يذكرهم بمعادهم ليستعدوا لذلك. وليس المراد قراءة آية السجدة، فالسجدة جاءت عرضا
فيكره، بل يحرم عند بعض العلماء أنه لو قرأ سورة فيها سجدة من أجل أن يسجد يظن أنه يستحب السجود في فجر يوم الجمعة. ولذا ظن بعض الجهال أن الجمعة في صلاة الفجر فيها زيادة سجدة، سجدة التلاوة، وليس كذلك، بل السجود جاء توفيقا وعرضا، فيستحب للمسلم أن يقرأ في صلاة الفجر سورة السجدة ولا يتعمد سجدة أخرى، لا يقرأ سورة فيها سجدة أخرى غير هذه السورة، لأن المقصود ليس هو السجود، وإنما المقصود هذه السورة بعينها. ولا يلزم ولا يستحب المواظبة عليها، لأنه لو واظب عليها لظن بعض الناس أنه يلزم أن يقرأ السجدة في فجر يوم الجمعة وليس بلازم. يستحب أن يقرأها أحيانا ويتركها أحيانا. قال: ولا ينبغي المداومة عليهما بحيث يظن الجهال أنهما واجبتان وأن تاركهما مسيء، بل ينبغي تركهما أحيانا لعدم وجوبهما. قال أحمد: لا أحب أن يداوم عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، وقد جاءت السجدة تباعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها. جاءت السجدة تبعا للسورة وليست المقصودة السورة السجدة، وإنما مقصود السورة ما اشتملت عليه من بدء خلق الإنسان إلى نهايتها. قال الشيخ: ويحرم تحري قراءة سجدة غيرها، ولا يستحب أن يقرأ بصورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة. ثم ذكر رضي الله عنه ما كان يقرأ في صلاتها فقال: وفي صلاة الجمعة، يعني في الركعة الأولى، سورة الجمعة بعد الفاتحة، والمنافقين، يعني في الركع الثاني بعد الفاتحة، لما علم من غير هذا الحديث، رواه مسلم. إذا كان في صلاة الجمعة يستحب أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية سورة المنافقين في الركعة الثانية، فإن لم يتيسر له ذلك أو خاف الإطالة فيستحب أن يقرأ بسبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ولو قرأ الجمعة في الركعة الأولى والركعة الثانية قرأ فيها سورة الغاشية لكان خيرا. فيستحب للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ هاتين السورتين، ولا يستحب له قراءة غيرهما، فيقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان يخاف من المأمومين أن يتصوروا أنه يلزم القراءة بهذه السورتين، مع أنه مستحب وليس بلازم. ولا يقصر القراءة عن هذه السورتين، سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون، والجمعة والمنافقون أكثر من سبح والغاشية، لكن يقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا لينوع في قراءته. ولهم إلا الترمذي من حديث النعمان يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، ولهم من إلا ابن ماجه
بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وعن أبي جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لا مانع أن يقرأ سبح والغاشية في صلاة الجمعة ويقرأ سبح والغاشية في سورة في صلاة الجمعة يلزم يعني لا بأس أن يقرأ سورة سبح والغاشية في صلاة الفجر يوم العيد وفي صلاة الجمعة ضحى يعني يوم الجمعة لو قرأ السورتين في صلاة الفجر وقرأ السورتين في صلاة الجمعة فحسن فلا بأس ما يقال لا يقرأها مرتين لا بأس لو قرأها لكان حسن. وعن أبي جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم يبين عيوبهم وما يضمرونه وما يبيتونه للمسلمين الصادقين لينفضحوا بذلك وليتخوفوا بأن الله جل وعلا يعلم حالهم لا تخفى عليه خافية. وقال شيخ الإسلام أما القراءة فيها بسورة الجمعة فيما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السعي إليها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل لهم الفلاح في الدارين. وأما القراءة بسورة المنافقين فلما فيها من التحذير لأئمة لأمة من النفاق المردي من النفاق المردي والتحذير لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد وحظا لهم على الإنفاق الذي هو أكبر من سعادتهم وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الرجعة ولا يجابون إليها ويتمنون الإقالة. وأما سبح والغاشية فيأتي في العيدين يذكرهما أنه يستحب أن يقرأ سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين. ففي هذه الأحاديث وغيرها سنة قراءة هذه الصور جهرا وهذا أمر مجمع عليه والجهر فيها وفي العيدين أبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع بل فيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة وفيها أن الجمعة ركعتان وهو إجماع معلوم بالضرورة كما علم عدد ركعات الصلوات الخمس لا ينكره إلا مكابر. وقال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر يعني ليست الجمعة مقصورة وإنما الجمعة ركعتان أساسا وعوض بالركعتين عن قراءة السورة الزائدة أو السورتين في الإخلاص في الركعة الثانية الثالثة والرابعة بالخطبة كانت الخطبة تتمم ركعتي الجمعة. ففي هذه الأحاديث وغيرها سنة قراءة هذه الصور جهرا وهذا أمر مجمع عليه والجهر فيها وفي العيدين أبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع بل فيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو أعظم مقاصد الرسالة وفيها أن الجمعة ركعتان يعني جعلت صلاة الجمعة جهرا لأن مجمع الناس فرصة أن يسمعوا القرآن كله ويسمعوا سبح والغاشية ويسمعوا سورة المنافقين
ويسمع سورة الجمعة. وهكذا يستحب للإمام أن يحرص على القراءة في هاتين السورتين يوم الجمعة الظهر، يقرأ الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين في الركعتين من صلاة الجمعة، ويقرأ سبح والغاشية من صلاة الجمعة، فيحرص على قراءتهما لأن قراءتهما يستفيد منها الناس كلهم لأنها جهرا. وفيها أن الجمعة ركعتان وهو إجماع معلوم بالضرورة، كما علم عدد ركعات الصلوات الخمس لا ينكره إلا مكابر، وقال عمر صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، ليست مقصورة صلاة الجمعة. وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة الجمعة ركعة من الجمعة يعني مع الإمام فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. الإدراك إذا فاتت على المرء صلاة الجمعة، فإن أدرك ركعة كاملة فليضف إليها أخرى وتكفيه جمعة، وإن لم يدرك الركعة كاملة فعليه أن يصليها ظهرا إن كان نوى الظهر، وإن كان نوى الجمعة فلا تجزئ عنه، بل عليه أن يتمها ثم يستأنف صلاة الظهر نيابة عن صلاة الجمعة. وعن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة يعني مع الإمام فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الإسكافي المتوفى سنة 73 و200 في كتاب السنن له، وروى الحاكم نحوه من 3 طرق، قال فيها: على شرط الشيخين، وأصله في الصحيحين من غير وجه، وللبيهقي نحوه من حديث ابن مسعود وابن عمر ولفظ النسائي وابن ماجه. من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، قال الحافظ إسناده صحيح. ليكفي المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة تتمها جمعة، فإن لم يدرك ركعة كاملة فعليه أن يتمها ظهرا إن كان نوى الظهر 4 ركعات، وإن لم يكن نوى الظهر فعليه أن يسلم وينتهي من صلاة هذه ويدخل في صلاة الظهر من أولها. فمثلا إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فقد فاتت عليه صلاة الجمعة، فإن دخل بنية صلاة الظهر أتمها ظهرا 4 ركعات، وإن لم يدخل بنية الظهر فعليه أن يتم هذه ركعتين نفلا ثم يستأنف صلاة الظهر 4 ركعات، ولا يجزئ له أن يصليها ركعتين تماما ينوي بها الجمعة، لأنها لا تصلح أن تكون جمعة إلا إذا أدرك ركعة مع الإمام. الفارق بين إدراك الإمام وعدم إدراكه: إذا أتى وقد رفع رأس الإمام رفع رأسه الإمام عن الركعة الثانية فحينئذ نقول يخلف الله عليك، فاتتك صلاة الجمعة، عليك أن تصليها ظهرا. ثم إن كنت نويت في دخولك هذه صلاة الظهر فبها ونعمة، فيكفيك ذلك فأتمها ظهرا، وإن لم تنوي نويت الجمعة فلا تكفيك جمعة وقد فاتتك صلاة الجمعة، وعليك أن تصلي الظهر مستأنفا للـ4 ركعات. وقال شيخ الإسلام: مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي لم تفته تلك الصلاة، ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين لقوله فليصلي إليها أخرى،
ولا بد من إدراك المسبوق منها مع الإمام ركعة بسجدتيها، فإذا أدرك ذلك أتمها جمعة إجماعا، وإن لم يدرك إلا أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا، قيل إن كان نوى الظهر ودخل وقته ولم يدرك إلا التشهد دخل معه وتشهد. حكاه أبو بكر عن الصحابة إجماعا. وقال ابن مسعود كذلك فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أتمها نفلا. لم يكن نوى الظهر فيتم هذه الصلاة التي دخل فيها بعد رفع الإمام رأسه من الركوع يتمها نفلا ثم يستأنف صلاة الظهر. إن كان معه أناس فكونه يتمها نفلا أولى له، لأنه فاتته صلاة الجمعة مع الإمام وعليه أن يستأنف صلاة الظهر. فإن كان معه ناس استأنف وإياهم صلاة الظهر. ومن فاتتهم صلوا ظهرا ولم ينقل تجميع، مع أنه لم يخل عصرا من نفر تفوتهم الجمعة. وقال ابن المنذر لا تجميع إجماعا، وتحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع بالبلد لغير حاجة، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي تعطيل من حول المدينة مساجدهم واجتماعهم في مسجد واحد أبين وأوضح دلالة بأن الجمعة ليست كسائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد، ولا نزاع في ذلك إلا ما روي عن عطاء، ويحرم إذن إمام فيها إذن. قال شيخ الإسلام يحرم إذن الإمام إذا لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة كان يكون أناس بعيدون عن الجمعة، أو يكون مثلا البعد عن الجمعة يفوت حصولها بالنسبة لغيرهم أو نحو ذلك، ويؤذن لهم للضرورة والحاجة الملحة فمثلا تجد الجمعة الآن في أماكن متعددة، وهذا خلاف الأولى إلا إن كان ضرورة. إن كان ضرورة كأن يكون لا يوجد مكان يأخذهم أو نحو ذلك من الأمور، فلا بأس أن تتعدد الجمعة. وأما إذا كانت لرغبة الأشخاص، هذول يرغبون يصلون في مسجدهم جمعة وأولئك يرغبون أن يصلوا جمعة، فلا يجوز لهم ذلك. وما مع الحاجة فيجوز بحسبها، بحسب الحاجة يجوز. قال شيخ الإسلام وصرح العلماء ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام وبغير حاجة داعية، وأوجبوا عليه الإعادة، وقواعد الشرع تدل عليه، وأما مع الحاجة فيجوز بحسبها. وقال إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في أكثر من موضع يجوز للحاجة عند أكثر العلماء، لصلاة علي بضعفة الناس في المسجد، ولما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك العلماء العصر وذكر الحجة لذلك، ولأن في الإلزام باتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولا دليل على عدم جواز التعدد مع الحاجة. وقضية الضرورة عدم اشتراطه كضيق المسجد من عن أهله، وعداوة بينهم يخشى لاجتماعهم في محل واحد وإثارتها، فيجوز التعدد بحسب الحاجة. وقد كانت تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا.
وكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في أكثر من موضع هو ولا أصحابه فلعدم الحاجة إليه. ومن هذا أن إقامة الجمعة في الوقت الحاضر أن الآن يتعدد الجمعة، فإذا كانت حاجة ملحة تدعو إلى ذلك فلا بأس، وإذا كان ذلك للتشهي والرغبة في أن يقيم هؤلاء الجمعة في مسجدهم والآخرون يقيمون في مسجد فهذا لا يجوز لهم، وعليهم أن ينظروا. الجمعة هي الأولى وما عداها فلا تصح. وعن زيد بن أرقم ابن زيد الخزرجي استصغر يوم الأحد، استصغر يوم أحد، استصغر يوم أحد ما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج للجهاد في سبيل الله لأنه أقل من 15 سنة. وعن زيد بن أرقم بن زيد الخزرجي استصغر يوم أحد وتوفي 66. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد أي في يوم الجمعة، ثم رخص في الجمعة أي في صلاتها، وقال من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصل. وهذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ، رواه 5 إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن المديني والحاكم وفيه مقال. ولأبي داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه، الجمعة ويوم العيد. قال صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون، وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة، وأخبرهم يوم العيد في صلاة العيد في خطبة العيد قال إنا مجمعون، فمن أراد أن يأتي معنا فلا بأس فحسن، وإن أراد أن يقتصر على هذه الصلاة فيتكفيه بشرط أن يصلي الظهر، لا يترك صلاة الظهر، لا تكفي عن الصلاة وإنما تكفي عن إتيان الجمعة، فلا إثم على من تأخر في يوم الجمعة عن صلاة الجمعة بعد الظهر، وإنما الإثم على من تركها وحدها ولم يكن معها عيد، فيوم العيد يكفيه عن صلاة الجمعة. ولأبي داود عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. وللبخاري عن عثمان أنه قال في خطبته أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. وفعله ابن الزبير وسئل عنه ابن عباس فقال أصاب السنة. لما فعل ابن الزبير كان الناس شكوا في هذا، إن عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة فشكوا في فعله، فقال ابن عباس رضي الله عنه أصاب السنة. فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد يجوز تركها لمن صلى العيد، وهو مذهب جماعة من أهل العلم، وذلك من غير حق الإمام. غير حق الإمام، أما الإمام فيجب عليه أن يحضر لأجل أن يصلي معه من رغب الصلاة. ومن لم يصلي العيد ولم تنعقد إلا به، ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والأضحى عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس أدخل أحد إحداهما بالأخرى، ولأن في إيجابهما على الناس تضييقا وتكديرا لمقصود عيدهم، وما سن لهم
فيه من السرور والانبساط، فحينئذ تسقط الجمعة سقوط حضور لا وجوب. قال شيخ الإسلام: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. ثالثها وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، وقال هو وهو المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة. وهو المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة. لا تغضب سبويه يغضب الله عليك إذا أغضبته في اللغة العربية. وهو المنقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار، انتهى. ومن سقط عنه الحضور وجب عليه أن يصلي ظهرا. من سقط عنه حضور الجمعة يجب عليه أن يصليها ظهرا، ما يجوز له أن يترك صلاة الظهر ويقول أنا صليت الجمعة صليت العيد، لا، لا بد أن يصلي الظهر. وعن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أولادي أعمارهم ما بين 15 و22 سنة، وأمرهم بالصلاة وأحرص على ذلك، لكنهم أحيانا يصلون وفي أوقات كثيرة لا يصلون، وأنا دائما أمرهم بالصلاة، هل علي إثم إذا لم يصلوا؟ وهل برئت ذمتي حين أمرتهم بالصلاة لكنهم لم يستجيبوا لي؟ عليك أخي أن ترغبهم في أداء الواجب وتخوفهم من تركه، وعليك أن تشجع المصلي وتخوف الذي لا يصلي، وتسلك معه الأمسك الذي تراه أنفع، فأحيانا إذا ضربته نفع الضرب بإذن الله وهاب وخاف، وأحيانا يستمر في العتو والضلال ولا ينفع فيه الضرب، فعليك أن تنظر في الأصلح، واعلم أنه لا تبرأ ذمتك بأمرهم فقط، بل لا بد أن تأخذ على أيديهم. يقول السائل: هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ نعم، تسقط صلاة الجمعة كجمعة، وأما بدلها الظهر فلا يسقط، بل لا بد أن يصلي المرء الجمعة وإن كان صلى الفجر صلى صلاة العيد ضحى، وإن لم يصلي صلاة العيد فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. أما إذا صلى صلاة العيد فيجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، فالواجب صلاة الظهر في يوم العيد لمن صلى العيد مع الإمام. يقول السائل: ما هو مرجع الطول والقصر؟ وقد يرى بعض المصلين أن لخطبته التي تستغرق 10 دقائق أنها طويلة. الطول والقصر هنا نسبي،
فقد يكون الإمام يطيل الجمعة يطيل الخطبة فيقال له اقصر قليلا، ويقوج أن يكون الإمام يقصر الخطبة فيقال له زد قليلا، وهكذا كما قال الصحابة رضي الله عنهم الحاضرون لعثمان لو تنفست قليلا يعني زدتنا في الخطبة، فقال إني استحببت ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، وقد أتيت بالخطبة الواجبة رضي الله عنه. يقول السائل هل يكون الإمام متأخرا أو مبكرا؟ الإمام يستحب له إذا كان إمام الجمعة أن يتأخر ولا يأتي إلا لصلاة الجمعة، فيدخل ولا تحية عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، فيدخل ويسلم على المأمومين ويجلس حتى ينتهي المؤذن ثم يقوم ويخطب، فيسحب للإمام أن يتأخر ولا يأتي إلا أخيرا إلا إذا خشي أن يفوت عليه الجمعة بسبب البعد أو نحو ذلك فله أن يحتاط. يقول السائل هل صحيح ما يفعله بعض أئمة المساجد قراءتهم آخر سورة الجمعة في صلاة العشاء من ليلة الجمعة؟ لا بأس عليه يقرأ ما شاء، لكن لا ينبغي له أن يتعمد شيئا يستمر عليه فيتخذ سنة. يقول السائل هل الأخذ من السبيل جائز مع العلم أن الآخذ عنده المال؟ كان هذا السبيل مثلا للفقراء Oh, my God.